مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانيه في النور للحديث عن موضوع يعني يبدو ان هو مش قريب لكن برضو ممكن نقربه لما يحدث في مصر وما يحدث في العالم. بشرفني جدا يكون معايا في هذه الفقرة الحديث عن التطوير العقاري في مصر ومستقبل استثماره المهندس مينا أندراوس خبير التطوير العقاري. أهلا بك باشمهندس. باشمهندس مينا، يعني كنا بنتكلم كده في دقائق قبل الهوى عن فكرة إحنا عايزين نروح فين، يعني إحنا كتطوير عقاري إحنا بنشوف إنه أعظم حاجة إن الواحد يبني، تمام، لكن البنا ده علاقته إيه باللي جنبه؟ ده كم دور وده كم دور؟ ده لونه ايه وده لونه ايه؟ الشارع يستحمل ولا ما يستحملش زي بعض الاماكن دلوقتي حتى في القاهره تبص تلاقي عماره طالعه زي البتاع كده وتحمل عليك كميه من البشر ومن العربيات واستهلاك الميه والمواسير بتاعت الكهرباء وهي رفيعه طالعه كده. صحيح صحيح. من دون صحيح. اي دراسه عندنا عشوائيه طاحنه يعني. ده هي. اوروبا مرت بالمراحل دي مش كده ولا ايه؟ متهيألي اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه طلعت، يعني ما كانتش اوروبا خلاص، كانت ارض يعني بالزبط. يعني في مدن كامله كانت انهارت. ما فيش اي حاجه. كنت بتقول لي من شويه روتردام في هولندا وكانت يمكن هو هتلر دخل من يعني دخل هولندا من الناحيه ديت وهم رفضوا التسليم فجابها ارض. فبداوا من تاني. انا ببص للمعجزات المعماريه اللي بنشوفها دي، يعني هادك بتقول هولندا محطه القطر اللي في امستردام اللي مبنيه على 10,000 بايل معموله بالخوازيق في الميه كلها في الميه. هي هولندا كلها مستنقعات اصلا. ازاي ازاي؟ ولما تاخد اللي هو الاوتوبيس النهري بتاعهم ده عشان تعمل الجوله دي في امستردام تقعد ساعه في فروع صغيره من الميه تشوف اجمل مباني المال والاعمال على الكباري الصغيره جنب الكافيهات والعجل احنا رايحين فين في التطوير العقاري؟ هل التطوير العقاري في مصر هو بس ان كل واحد يلاقي شقه؟ لا طبعا. اتفضل. لا طبعا. وعلى فكره هي الفكره كلها ده اللي احنا بدانا نتوجه له في العاصمه الاداريه الجديده. كويس. العاصمه الاداريه الجديده بقى بنراعي كل الكلام اللي انت بتقوله. احنا مش بس في العاصمه الاداريه الجديده بننشا مبنى او بننشا عماره، لا، الموضوع فيه خدمات، فيه بنيه تحتيه، فيه كواد معينه لازم تتحقق، فيه حاجات ذكيه، في حاجات ما كانتش اصلا، يعني عايز اقول لك العاصمه الاداريه الجديده في حاجات بتتعمل فيها ما اتعملتش في امريكا. على فكره ده واقع. yeah. ده حقيقي، ده حاجه مشجعه. بالنسبه لانت كنت بتتكلم على هولندا مثلا، من ضمن الحاجات اللي هم بيستخدموها هم بيبنوا المبنى بعد ما بيبنوه هو بمبنى حديث خالص بيجلدوه بالحجاره اللي هي يعني الشكل القديم خالص عشان يدي رونق او يدي طابع كلاسيكي قديم وتمشي مع طبيعه قديم. الميه بالزبط. وشويه الزرع اللي هو حاططهم وشكل السماء تبقى كانك بالزبط. في حته افتكر اسمها خيت هورن في هولندا بس بره امستردام زرتها. الناس بتروح عشان تتصور في شارع بتخلصه في 5 دقايق بس البيوت القديمة خالص من 800 سنة على المية على طول وغالية جدا عشان تعمل مطعم هناك. قد كده تقديرهم للطبيعة والتراث احنا كان عندنا محاولات مثلا زي مصر الجديدة زي المعادي كان عندنا محاولات للمسة حضارية تشهد على عصر معين. بص انا اطمرك في النقطه دي لان احنا في العاصمه الاداريه الجديده بينشئوا دلوقتي احياء كامله زي مثلا نيو جاردن سيتي. تمام، بينشئوها بنفس التراث الفرنسي اللي كان اللي موجود كان عندنا في جاردن سيتي. بينشئوه كده على فكره مساحات ضخمه. كل ده بيتعاد تاني، المشروع ضخم. يعني ايه مدينه ذكيه يا باشمهندس مين؟ عشان احنا بنقول ان احنا بنبني 40 مدينه ذكيه على احدث طراز وحضرتك تفضلت بجمله ساعدتني ان في حاجات في العاصمه الاداريه مش موجوده في امريكا، والحقيقه انا دايما بقول كده لان انا لما زرت امريكا شفت حاجات، يعني احنا عندنا بوابات الطرق السريعه مثلا زي السخنه وزي اسكندريه وكده، بصراحه ما شفتش الشياكه دي في امريكا وكتير من ولاياتها، مش هقول مثلا في نيويورك بس ولا كناتيكت بس ولا ماساتشوستس بس ولا كاليفورنيا بس، في عندنا حاجات جميله. يعني ايه مدينه ذكيه؟ يعني ايه الاكواد اللي كنت بتتكلم عنها دي؟ طيب بص، يعني هي دي حاجات فنيه قوي بس هقول لك حاجات على سبيل المثال. يعني في حاجات كتيره جدا المفروض احنا بنراعيها بتتراعى في المباني، حاجات ما كانتش بتتعمل في مصر اصلا وفي دول تانية. كويس. مثلا زي الصاعق. الصاعق ده اللي هو زي البرق، زي الكلام ده ممكن مش موجود في مصر بس لازم نعمل حسابه للمستقبل، اللي هو الجزء الحديدي اللي على اعلى المبنى اللي بيستوعب الصواعق دي بالظبط، حاجه زي كده. ده بيتعمل حسابه في العاصمه الاداريه في اي مبنى بيتعمل. كويس. انا شفت كده بعيني. تمام، واتناقشت مع مهندسين بيعملوه.
تمام. الكلام ده ما كانش عندنا اصلا ومش موجود في دول كتيره جدا ما بتتكلمش عنه اصلا. المدينه ذكيه، نتكلم يعني الانترنت يبقى داخل بطريقه غير عاديه في كل حاجه، في كل حاجه انت بتستخدم، يعني في دراسات دلوقتي انت بتستخدم كارت واحد للبيت كله. ده انت فاهم قصدي ازاي في الموضوع ده؟ ده في اوتيلات اتعملت كده، احنا كنا في اوتيل في فنلندا في ده اوتيل كامل انت بتحجز بالانترنت من ساعه ما تخش لغايه لما تمشي ما بتشوفش بني ادمين. لا انا ادعوك كمان ان انت تروح فندق الماسا عندنا هنا في العاصمه الاداريه، شوف الوضع ازاي وازاي السمارت اللي معمول فيه، وازاي ان انت وانت داخل اصلا ازاي بيوجهك تدخل ازاي، وايه الاشارات بتنور ازاي وانت داخل وخلاص. انت ماشي والاحداث كلها ماشيه معاك. في حاجات يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، سمعت على حاجه التكييفات، مش هتبقى تكييفات عادية في العاصمة الإدارية الجديدة، بينشأ دلوقتي شركة أو يمكن أنشأت كمان اسمها بتروكول. دي هتورد هواء ساقع. زي فكرة الغاز، زي فكرة الكهرباء، دي هتورد هواء ساقع، مش هيبقى عندي وحدات منفصلة. بالظبط. طب ما ده زي ده كده زي أوروبا وأمريكا بقى، اللي هي الماسورة بتاعت فكرة الدفايات أو بتاعت الهواء السخن أو الساقع. بالظبط بالظبط. مش جهاز تكييف يعني، ما هو ده اللي مكنهم من الحياة يعني. هم هناك لما تبقى كندا بتصل فيها درجة الحرارة لناقص 40 بالظبط، يبقى يعيشوا إزاي يعني؟ لازم الدولة تبقى مسؤولة عن التكييف. وهل الحاجات دي هتتوقع حضرتك هتبقى في تناول ايدين الناس العاديه اللي بتعاني من الاسعار وقله المرتبات وعدم ضبط السوق؟ في متناول الناس. بص هو دلوقتي في متناول الناس، وبعد كده اصل في فرق ما بين متناول الناس وفي فرق بين المدعم. لا يعني مش عايزين نتكلم عن المدعم، مش عايزين حاجه يعني محدود الدخل والاسكان المدعم والاسكان الاجتماعي. على فكره محطوط له خطه بس مش في الفتره الحاليه. انت فاهم قصدي؟ المدينه دي مدينه استثماريه من الدرجه الاولى بتصرف عن نفسها. فاهم ازاي؟ مفيش اي حاجه. ده منتهى الذكاء. كنا بنسال يعني ايه مدينه ذكاء؟ ده منتهى الذكاء ان انت تعمل منشات تمشي روحها بالجمال ده كله. بالظبط هذه الفكره. لكن يعني كمتناول لا، موجود متناول يعني. انت اسعار العاصمه الاداريه الجديده ممكن تكون ارخص من التجمع الخامس وهتاخد الخدمه دي. الموضوع زي ما اتكلمنا مش منشآت اكتر من انت بتقدم خدمات، مش طريق بيتعمل اكتر من فرش الطريق. طب ليه السؤال اللي الناس مش عارفه له اجابه، رغم انه الناس في مجملها بتصوت من الاسعار ومن المعيشه وكده، الا انه اي مشروع بيطلق قطاع خاص او قطاع عام او الجيش بيعمل مساكن تلاقي عليه اقبال غير طبيعي. ليه؟ الرواج العقاري الجبار. انا كنت متخيل انه هيقولوا ان بعد 2011 احنا هنهدي شويه، هنبطل نبني، كنت متخيل كده. لكن اكتشفت ان احنا عندنا افاق. لما التقيت عمالقه البنى في مصر زي صبور حسين صبور، مهندس حسين صبور، زي ناس كتير شغالين في التطوير العقاري، لقيت لا ده احنا عندنا احتياج، وكل حتى لو قرى سياحيه، حتى لو قصور، حتى لو فيلل، في اقبال غير عادي على ده. ده حقيقي. بص احنا في مصر عندنا اوريدي احتياج حقيقي يعني، فاهم ازاي؟ في نمو غير عادي، فاحنا محتاجين للعقار ده مش بس كمجرد استثمار، كمجرد سكن. ف يعني مثلا في اشاعات كتيره تطلع تقول لك ان الاسعار هتقع وان العقار في مصر هيحصل العرض اكبر من الطلب. الكلام ده غير حقيقي بالمره طبعا. شوف احنا مدينه محتاجين. الجلاله والهجوم عليها، وشوف العاصمه الاداريه والهجوم عليها، العلمين الجديده، المنيا الجديده، اسيوط الجديده، الاقصر. بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا كشركه بيتر هاوس مثلا عندنا مشروعين في العاصمه الاداريه الجديده. احنا ليه خدنا مشروع تاني من الاقبال؟ لا، في اقبال غير عادي على العاصمه الاداريه الجديده، في اقبال غير عادي من الناس اللي عايشه بره مصر. ودي بقى الفكره التانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان ازاي نصدر عقار. احنا دلوقتي بدانا ندخل في هل ده المقصود بكلمه تصدير العقار، انك تجيب حد عايش بره مصر يمتلك وحده هنا؟ على فكره ده بيتحقق بنجاح، والايام الجايه هيتحقق اكتر بكتير من دلوقتي. الموضوع بص حضرتك، في دبي وسنغافوره والدول ديت وتركيا دلوقتي كل ده شغال على الاستثمار العقاري. احنا انا متوقع ان مصر الايام الجايه هتدخل في الاتجاه ده. وهتدخل بقوه يعني.
يعني احنا بنعرض لقطات من الفيلم اللي كانوا عاملاه الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وعرضناه في فقرة الأخبار عن ازاي بيتم تحويل حياة الناس دلوقتي من المشاهد العشوائية المؤلمة دي إلى مدن ذكية نظيفة فيها مساحات واسعة، مساحات خضراء، جناين، حضانات، مدارس، جوامع، كنايس. فيعني عايز أتكلم مع حضرتك طب شوية عن المتوسط الدخل بقى والمحتاج إلى الإسكان الاجتماعي. بس أنا عايز أضيف حاجة عشان خاطر قصة يعني مصر وحال مصر عقاريا يعني. اتفضل يا فندم. بص إحنا ليه الخليج يمكن اتقدم عنا شوية في العقارات، دبي ليه طلعت بالصورة ديت، ليه وإحنا اللي عملنا الحاجات ديت. أيوة. يعني المصريين هم اللي عملوا نفذوا ده. الفكرة إن اتجاه الدولة دلوقتي اتجاه صائب. ان احنا بنفكر نعمل بنصدر خبره المدن الجديده دلوقتي والاسقف الزمنيه لانتهاء المشروعات. ده الدكتور مصطفى مدبولي كان بتوجيه من الرئيس يعني قال ده في اكتر من لقاء عربي يعني. بالظبط. الفكره كلها ان احنا بدانا نفكر نفس الفكر دوت، ان احنا نخلق مدينه منظمه زي قالب منظم ونحط فيه ناس، مش مستنين بقى نعلم الناس النظام عشان نحطهم فنبتدي نشتغل في التعليم وده هياخد سنين طويله. بس دي برضو مشكله تانية خد بالك، لانه برضو لما انت بتجيب ناس ليها ثقافه معينه في الحياه وبتحطها في مكان جديد عليها او غريب عليها، النقله الثقافيه دي مش دايما بتتحقق. تبص تلاقي اسطح العمارات دي ممكن بعد سنه تبص تلاقيها اتملت كراكيب، وتلاقيهم بيجيبوا الزباله يحرقوها قدام العماره اللي انت مبيضها لهم كدوله بفلوس كتيره. انا مش معاك في النقطه دي، لان المصري لما بيطلع بره في اوروبا امريكا اي دوله بيحترم النظام جدا عشان في قانون. طيب. عشان في قانون، لو رميت ورقه في الشارع بتدفع كام، وعشان في مراقبه. طيب هل المدن دي بتتمتع بده؟ طبعا. طب ده شيء رائع. انت بتتكلم على مدينه كامله، مدينه ذكيه فيها قوانين بتتحقق. ما تخلي بالك في حاجه، انت دلوقتي انا اتحطيت في نظام انا لازم غصب عني هحترمه، لان لو خرجت بره النظام انا مش هعرف اعيش. بس ما عندناش مدن ليها قوانين، يعني ما سمعناش لغايه دلوقتي انه هتوجد قوانين جديده للاسكان في داخل المدن. لا ما بقولش قوانين هتتنص، يعني قوانين. اعراف مثلا، اتحادات ملاك تبتدي تتكلم. يعني احنا مثلا عندنا مثلا في حاجات احنا بننفذها، مثلا انا ما فيش حاجه عندي، كل دور في العماره بيبقى في حاجه اسمها تراش روم. تمام. انا مش محتاج ان روم ولا تانل، يعني لو انت بترمي فيه الزباله وبيتجمع فيه. بيتجمع من انبوبه كده، ده شفت ده في امريكا. يعني لا مش اللي هو بيبقى في المطبخ. لا مش في المطبخ، ده غير بتاع المطبخ، بيبقى بره في زي غرفه كده انت قدام الدور كله يعني. بالظبط. انت مش محتاج ان انت تنزل تدور على مكان صندوق زبالة. او على صندوق حديد، انت اوريدي جنبك. انت فاهم قصدي ازاي؟ دي مهمه جدا دي. انت في بص هقول لحضرتك، يمكن العاصمه الاداريه الجديده مثلا حققت ده بنجاح، ان مفيش عماره بتتعمل لوحديها. مفيش اي طبعا. في يعني تنسيق بقى، مش يعني مفيش حد مثلا هيجي يقول انا عايز ابني عماره، انا عايز اخد ارض عشان ابني كذا. لا، الموضوع ده لازم شركه، والشركه دي تقدم دراسه وتلتزم بالمواصفات بتاعه الحي ده كله، تحت كنترول غير عادي. يعني تحت كنترول. هل في امل ان مدن مصر كلها تتحول الى ده؟ بص بصراحه يعني. اللي انا شايفه في امل كبير قوي في مصر. في امل غير عادي، في امل، في يعني تطوير غير عادي. يمكن انا بضحك على الشائعات اللي بتيجي مثلا تقول لك ان العاصمه الاداريه ده مش واقع. لا، انا بدعو او كان حطيته فلوس فيها وما اكلتوش الناس. لا، انا بدعو اي حد ان هو يروح يتجه دلوقتي يعني للعاصمه الاداريه الجديده. دور عربيتك وروح العاصمه الاداريه الجديده، هتتصدم. انا نفسي كل يوم جديد، كل يوم لما بروح هناك بتصدم بجديد. طيب انا هستاذن حضرتك وهستاذن مشاهدينا، نخرج فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع المهندس مينا اندراوس عن التطوير العقاري في مصر. خليكم معانا.